اروح لكم لاربع قرارات اكراسيب دوفي علقوا على 20 قرار، لاني بقول لكم اتحدى برنامج جابهم بالتفاصيل دي. شوف احنا النهارده الخميس والقرارات 2 و3 وما قدرناش نعرض امبارح عشان عندنا كان حصاد المحترفين، ولكن حتى الوم على قناه الزمالك فعاليه العرض اكتفت باللي قاله الاستاذ احمد سالم. كان لازم تجيب للناس الصور زي كده والناس تتعب في المنتج عشان تقدم الزمالك بشكل يليق بيه. ده 20 قرار مفصليين في تاريخ نادي الزمالك لاربع سنين قادمه. يوم الثلاث كان في اربع قرارات انا ما فوجئتش بيهم، فوجئت بيهم الحاقا لقرارات الاثنين، وهم الاربعه دول مهمين جدا. بص يا دكتور عطيه، اولا تفويض الكابتن حسين لبيب والكابتن هشام نصر ومعه محمد الاتربي لدراسه ملف فرع النادي ب6 اكتوبر ومراجعه جميع الاتفاقات التي قد ابرمت في الارض وهذا الشأن واعداد الدراسه اللازمه واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. طبعا هنا حد هيقول لي محمد الاتربي في اللجنه دي، لان انا قلت لكم على مفاجاه بنفرد بيها، لان الدوله ستساعد وتمنح الزمالك من 350 ل 500 مليون جنيه قرض حسن كما تم مع النادي الاهلي في فرع التجمع، وبقول لكم للمره المليون هذا الانفراد خلال سنه من دلوقتي لسنة وثلاث اشهر او ست اشهر سيفتتح الزمالك مقره في 6 اكتوبر بمبنى اجتماعي على اعلى مستوى والعاب للناشئين، ملاعب وحاجات زي كده، وهيكون مفاجأة من العرق الثقيل. السداد هيكون من خلال الادوية الجديدة زي الفكرة اللي عملها محمد بن اتربي لما كان في اللجنة مع حسين بيلبيب نائب رئيس وجاب القرض لست شهور وتسدد من الادويات في 3 شهور. وانا لما قلت تسدد في 3 شهور كنت منفرد، لان الناس ظنت انه ما تسددش، لا تسدد في كان 70 مليون وتسدد في 3 اشهر مش في 6 اشهر. 2 انشاء لجنه هندسيه برئاسه مجدي مشيل على ان يقوم بترشيح باقي اعضاء اللجنه وعرضها على مجلس الاداره متطوعين دون مقابل، والمهندس مجدي مشيل من افضل الناس في المجال ده، وعلى فكره سيستعين بناس كتير مهمه جدا لاعاده عمل شيء جميل لفرع اكتوبر بالتحديد. ثالثا انشاء لجنه قانونيه برئاسه المستشار السيد عزت وتفويض سيادته في اختيار الاعضاء وعرضها على مجلس الاداره، ومن اهم الناس القانونيين معالي المستشار السيد عزت يعني وانا اعرفه وله سيره ذاتيه قويه. اما اهم قرار طلع يوم الثلاث فهو انشاء لجنه الاستثمار والتمويل وتنميه الموارد برئاسه محمد الاتربي وتفويض سيادته في اختيار اعضاء اللجنه، ويمكن انا عندي بعض الاسامي القويه منهم الدكتور شريف فاروق رئيس هيئه البريد، منهم البنكير الكبير يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي، منهم عبد الله بيه غراب وزير البترول الاسبق ورئيس نادي الصيد، بأبيل، مجموعه من الكوادر الماليه والاقتصاديه هتعرف ازاي الزمالك يحتاج كان الى مجلس برؤيه اقتصاديه. اللجنه دي عملت من وجهه نظري وستصنع انقلابا من حيث الموارد والاستثمار داخل نادي الزمالك. دكتور عطيه متهيألي 20 قرار احنا بس حبينا نفرح الزملكاويه، لان انا كنت متضايق ان محدش وقف قدامهم بالتفصيل ده. الحقيقه كابتن عبد الناصر الاطلاله اللي حضرتك قلتها دلوقتي ديت ان دلت على شيء بتدل على ان الزمالك بيتحول الى مرحله اخرى، بيتحول صح. من العمل الفردي الى العمل الجماعي، من العمل الانفراد بالراي الى العمل المؤسسي. ايوه ابتدينا نحس ان عندنا مجلس اداره عارفين افرادهم. اقسم لك بالله مجلس اداره نادي الزمالك السابق ما كنتش عارف مين اعضاء مجلس الاداره. انت زملكاوي؟ انا زملكاوي ولعيب في نادي الزمالك، لعبت 10 سنين في نادي الزمالك. انا عارف، خلي بالك ما اعرفش مين اعضاء مجلس الاداره. لا لما اتكلم بلغه الجماعه حبيت اقول للناس ان الدكتور عطيه زملكاوي. هذا ليس وافخر بكده طالما ان الزمالك شرف لاي حد. طبعا طالما ان ما بيحدش احكامنا عن ان انا وانا بحلل او انا بقول رايي عن ان الـ 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 الانتماء لا يتدخل نهائيا صح. في قراراتنا الشخصيه. صح. عايز اقول لحضرتك ان هذه القرارات اسلجت صدورنا وحسستنا فعلا ان لما كنا بنقول القائمه الموحده ان دوت اول مره الزمالك يتجه الى فكر مستنير وعمل مؤسسي وعمل جماعي والجنوح لاهل التخصص بدل الانفراد بالراي وان احنا نكون بنشتغل بطريقه فرديه.
ابتدينا في الطيور المهاجره والكفاءات. نادي الزمالك مليء بالكفاءات. صح. كنا عملنا تجريف للكفاءات ديت وتجريف للناس اللي كانت بتشتغل في على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسه وعلى مستوى المهندسين وعلى مستوى المحامين. في كفاءات كبيره جدا جدا نادي الزمالك مليان بيها، ولكن للاسف الشديد كانت فتره حالكه. انا بقول طبعا. فتره حالكه كان تم فيها حجب والانفراد بالراي، فده خلى ناس كتيره جدا طبعا. تحجب عن المشاركه في صناعه القرار. نادي الزمالك محتاج حاجات كتيره جدا، محتاج تسويه مديونيات، محتاج لجان هندسيه، محتاج تفعيل فرع 6 اكتوبر. اعتقد ان القرارات ديت اسلجت صدورنا لانها تناولت طبعا. مش بند فقط، نادي الزمالك مش كره قدم فقط الطريق. نادي الزمالك حط خارطه الطريق، فعل فيها كل ادوار مجلس الاداره. صح. حصل تواصل مع مجلس مع الجمعيات العموميه بعد ما كانت الجمعيات العموميه هي فقط. صح. هي رد فعل او بتنفذ قرارات لم يتم مشاركتهم فيها طبعا. انا بشكر الحقيقه المجلس كله، وهنا بتكلم بصيغه المجلس مش بصيغه رئيس المجلس. تقديري الكبير للكابتن حسين لبيب طبعًا. لكن انا تقديري ليه اكتر لانه معظم ادوار الناس اللي معاه، وهنا ده قيمه العمل المؤسسي والعمل الجماعي. طيب قبل ما اخد راي ضيوفي برضه في الملف ده، يمكن كان في لقاء جمعني مع محمد بير اتريبي هذا البنكير المهم. انت بتتكلم في رئيس مجلس اداره اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس اداره بنك مصر ورئيس نادي طلعت حرب بالمناسبه، يعني يمكن دي معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، نادي طلعت حرب المملوك للبنك مصر. خلي بالك كنت بتكلم معاه من فتره، كنت عنده في المكتب وقعدت بتكلم معاه في موضوعات مهمه جدا. كان بيتكلم عن الطموح اللي بيتكلم عليه الدكتور عطيه السيد كزملكاوي، حتى وانا بتكلم مع صديقي الدكتور عبد الله جورج بصفه دائمه الكل يعلق على محمد بن اتريبي لانه زملكاوي محترم وعنده فكر راقي جدا، وعلى فكره رفض دخول الانتخابات، قال لي انا عايز اخدم الزمالك. يمكن معايا صور ليه وانا في المكتب كنا بنحكي على مدار ساعه طموحه من اجل نادي الزمالك واحلامه من اجل نادي الزمالك. فمن اهم اللجان اللي انا افرحتني فعلا هذه اللجنه، ويمكن انا اعرض الصور. كمان كابتن محمد رمضان النهارده كان في زياره مهمه جدا، محمود طاهر رئيس مجلس اداره شركه النيل والاهرام العقاريه الراعي لنادي الزمالك والراعي للدوري المصري، وهي دخلت رعايه كره القدم من بوابه نادي الزمالك، وهذا يحسب للمجلس السابق برضه كان يدي كل واحد حقه. واصبحت الراعي للدوري المصري. النهارده كتب محمود طاهر على صفحته في زياره غاليه للقلعه البيضاء وعلى راس وفد من شركه النيل للتطوير العقاري الراعي الرسمي لنادي الزمالك العريق، التقيت الكابتن حسين لبيب لتقديم التهنئه على فوزه برئاسه النادي وتهنئته وتهنئه مجلس الاداره، وكنت سعيد بان يمنحني مجلس الاداره الجديد درء نادي الزمالك وهذا شرف كبير لي. كمان صديقي المحترم المستشار خالد زين رئيس نادي هيئة قضايا الدولة قام بزيارة لنادي الزمالك لتهنئته مع أعضاء المجلس ومجموعة من المستشارين الأفاضل. والمستشار خالد زين ليس غريب عليه ده، ومستشار هيئة قضايا الدولة لما يزوروا نادي الزمالك ويقدموا التهنئة ده اعتراف باللي احنا بنقوله بهذه القيمة الكبيرة. اتمنى ان الاعلام يدي مساحه للكلام ده، لان ده انا بعتبره اعاده تقديم بشكل راقي لنادي الزمالك، وده جاذب للاستثمار على فكره. الاحساس بالامان والاحساس ان الدنيا، حتى الخبر اللي جاي بص، صرف راتب شهر اكتوبر لعمال وموظفي الزمالك كان ليهم 9 و10، اتصرف 10 وعلى وعد انهم هيقبضوا 9 مع اول دفعه ماليه داخل النادي. وهنا يمكن انا اتكلمت معاكم على 50 مليون جنيه جايه من وزاره الشباب والرياضه للنادي علشان لسه المجلس بيقوم الدنيا. الدكتور حسام المندور حسيني كان بنفسه كامين صندوق ومسؤول عن الملف المالي موجود في يوم قبض الموظفين، وده شيء برضه محترم. الالتحام اللي اتكلم عليه الدكتور عطيه كزملكاوي وكل الزملكاويه انك تلاقي امين الصندوق واقف باحترام وبيشرف على قبض الناد، ده شيء محترم جدا. كمان في حاجه لو عايزين تقولوا حاجه في الملف ده قبل ما اروح للخبر اللي جاي واختم بيه الزمالك ونروح للناشئين، لان انا متضايق جدا جدا من الخبر اللي جاي، فخلينا في الاخبار الحلوه قبل ما اروح من اللي يضايق. طبعا يعني انا بستكمل كلام الدكتور عطيه كابتن عبد الناصر، فعلا فعلا في اسس وخارطه طريق بتبدا في نادي الزمالك. لكن انا بتمنى كاعلاميين ولنا دور في اشخاص كتير جدا في قناه الزمالك، يا ريت التطوير
احنا ما هو هاني شكري مسك ملف يا ريت يا كابتن عبد الناصر، لان فعلا فعلا بنشوف وجوه لا تنتمي لنادي الزمالك، فاتمنى مش هتشوف ده في الفتره اللي جايه. يا ريت يا ريت يبقى في حياديه. يعني انت مركز على نقطه مهمه طبعا، اعاده تقييم المنظومه الاعلاميه. المنظومه الاعلاميه بالظبط، لانها واجهه مهمه. واجهه ده اسم النادي وقناه النادي، بنشوف حاجات صعبه. اسالك سؤال كلاعب كوره وفي النادي الاهلي، الاحساس بالاستقرار من خلال اللي بتشوفه ينعكس ازاي عليك كلاعب؟ لا طبعا، يعني واضح ان الزمالك في الطريق الصحيح على المستوى الاداري، وخلي بالك يعني يا كابتن الاستقرار الاداري بيعود طبعا على لعيب الكوره، بيعود على فريق الكوره، كل الناس بتحس ان كل واحد واخد مهامه. انا شايف برضو ان في خطوه ايجابيه ان المجلس موزع المهام، يعني حتى الاعضاء الشباب احنا شايفين ان هم ما شاء الله ليهم ادوار فعلا، فان شاء الله يعني ده مؤشر كويس لنادي الزمالك. والمنافسه في مصر طبعا اهلي والزمالك، طول ما الزمالك كويس والاهلي كويس الكره في مصر بترتقي طبعا، واللاعب عايز الاجواء المستقره دي اكيد طبعا. يعني لما يشوف لجنه استثمار وتنميه موارد، ويشوف اعاده تنظيم اعلام، ويشوف بناء لمقر اكتوبر، كله ده هيخليه يحس ان فلوسه جايه في مواعيدها، متاخراته هتتسدد، الدنيا هتستقر يا محمد. اكيد طبعا، يعني حتى على المستوى الاعلاني، على المستوى الاقتصادي للنادي، واضح طبعا ان فيه هيبقى فيه تطور طبعاً. فنتمنى لهم طبعا التوفيق، ونتمنى نادي الزمالك كل التوفيق طبعا الفترة الجاية. الخبر اللي جاي يا جماعة اختم بيه ملف نادي الزمالك، وانا اقول لكم فيه كلام غريب جدا وبكل جرأة. كريم عادل المرشح السابق على منصب امين صندوق الزمالك قدم طعن في حسام المندوب حسين من 3 ورقات. هذا الخبر مزعج وغير محترم، وانا هنا بوجه كلامي لكل جمهور نادي الزمالك، وبعلن حملة من هنا من قناة الشمس ضد كريم عادل. ارفضوا كريم عادل. الجمعية العمومية في نادي الزمالك اتمنى انها ترفض كريم عادل، ويبقى في مذكرة جماعية تقدم حتى المجلس الادارة او في اول جمعية عمومية لمحاسبة، حتى وان كان لي حق قانوني. من يأخذ الزمالك لأتون قضايا ومحاكم ثانية ليس عضوا في نادي الزمالك. انا واثق من قوة موقف حسام المندور حسين على فكرة، وانا انفردت معاكم وكنت الوحيد في العالم العربي اللي قلت مش هيمشي وهيقعد في الانتخابات، وكنت الوحيد وكلامي طلع صح. ولكن مع كامل الاحترام للاخ كريم عادل كعضو في نادي الزمالك، لو مني كل الاحترام والتقدير، انا بتكلم هنا على اللي عمله ده، هو الوحيد اللي رفض التراجع وصمم على هذا الطعن. الى كل الزملكاوية في العالم، كريم عادل يقدم نموذجا لا يليق بالمرحلة، مع كامل الاحترام والتقدير دون ان اتناوله بمكروه. وبقول للجمعية العمومية لابد ان يكون لكم موقف في هذا الطعن، الطعن الوحيد. وانا قلت مفيش حد هيعرقل مسيرة مجلس حسين لبيب ل4 سنين قادمة، ولن ازيد على ذلك، ولكن انا بطلق حملة رفض لهذا الطعن على السوشيال ميديا ومن الجمعية العمومية، حتى لو اضطرت اعضاء النادي انها تاخد موقف قانوني ضد ده، لان ده خراب جديد لن يقبله الزملكاوية. وكريم عادل انا اعرف انه راجل محترم، ولكن بقول له من اجل الزمالك تراجع ولم هذا الموقف، ولن ازيد على ذلك. هو خبر سيء فعلا طبعا. كابتن عطية، الزمالك اختتم تدريباته منذ ساعتين 3 لمباراة زد، وكمان مستر أوسيريو أعلن القائمة. حراسة المرمى كان معنا صور التدريبات، حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد في الدفاع، محمد طارق، حسام عبد المجيد، عمر جابر، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حاتم سكر، حمزة المسلوسي في الوسط، شيكابالا، دونجا، محمد أشرف، رؤى، سيد عبد الله نيمار، إبراهيم نضاي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو في الهجوم، سيف الجزيري، ناصر منسي، وسامسون إيكونولا. اسمه ايه؟ انا كل ما اعمل بحث بيطلع لي تليفون، فانا اصلا مش عارف عنه اي حاجه الراجل. وخلي بالك لا تعيرني ولا عايرك، الهم صايلني وصايلك. اذا كان عندك سامسون انا عندي موديست، الاثنين بيضربوا شغل باص في الهواء يا معلم. صح يا دكتور؟ العين اللي جابت موديست شكلها هي اللي كانت ورا سامسون، ما لان عين ما شافتش حاجه خالص. ما ده عيب يا كابتن، اللجان الفنيه اللي بتختار دي مشكله كبيره جدا. يعني انا مستغرب من حاجه بالنسبه للجان الفنيه في الاهلي وفي الزمالك،
لعيب زي مبولولو بتاع الاتحاد ازاي ده دكتور ما حدش فكر فيه؟ لو شفت الواد البرازيلي بتاع الترجي لا هم بيعرفوا يجيبوا لعيبه كبير. مبولولو ده ازاي النادي الاهلي باللجنه الفنيه بتاعته ونادي الزمالك باللجنه الفنيه بتاعته ما تفكرش في لعيب زي ده؟ انا عايز يعني حاجه غريبه جدا. ويبقى الاتجاه في مودست أيوة. وسامسون. طب يا جماعه انتوا بتقيموا على اي اساس؟ يعني التقييم على اي اساس ورايح فين؟ ده حد قدامه عيني في نفس الدوري اللي انا بشارك فيه. حاجه غريبه. عايز اقول لك على معلومه عجبني جدا. والنبي يا جماعه اجيبولي عندي هنا بدل ما اتكلمتوا على مودست. بص بص والنبي على مهلك يا محمود. بص بص الوطن ومحمد يحيى صديقنا كتب مقال رائع جدا عن مودست. فالمهم ايه؟ فتحوا التعليقات فعجبني جدا محمد بيتكلم يقول لك ايه يا جماعه من الاخر مودست ده خلاني اتعلم الادب واعرف ان ده جزات اللي بيشتري الحاجه اونلاين. يعني بص محمد يحيى كتب ايه؟ هل يعقل ان يظل الاهلي لمده 5 سنوات يبحث عن مهاجم يليق به على غرار اسام حسن وعماد متعب وفلافيو وتكون قائمه الاهلي هذا الموسم مقتصره على هذا الموديست وصلاح محسن فقط كمهاجمين ويتم الاستغناء عن محمد اشرف هداف الدوري في السنوات الماضيه ومحمد شريفه أنا آسف محمد شريف وإعادة محسن الذي فشل من قبل مرتين في إثبات جدارته بارتداء القميص. بص أهم التعليقات والنبوس واحد بيقول له إيه قيمة عقد مودست 1.5 مليون دولار وبالتالي سيناريو برونو سافيو سيتكرر بالحرف تعاقد فشل دفع ملايين الدولارات أو رحيل. التاني قال له ايه الافيه اللي انا قلته لكم اهو مودست ده يخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تشتري حاجة اونلاين. والله العظيم زي مثلا تجيب حاجة تلاقيها مضروبة فلا تعيرني ولا عيرك الهم صايلني وصايلك والدولارات طلعت في الهواء يا معلم. لازم يبقى في حساب يا كابتن للكلام ده. لازم يبقى في عقاب وفي لجنة. لا لا لازم يبقى في الناس اللي بتقيم الناس اللي بتختار يا دكتور. لازم يبقى في برضه زي ما في لعيب بيتألق وبنشيد بيهم زي ما حاجة زي كده تيجي في اهلي او زمالك لازم يبقى في حساب. ما ينفعش طيب. الموضوع يبقى عندي كده خصوصا في الصفقات والاسعار اللي احنا بنسمعها. عندي كذا تعليق على موضوع مودست وسامسون وسافيو في دقيقتين. اولا انا شايف ان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا. النادي الاهلي المفروض نادي القرن 120 سنه مش ممكن يكون لغايه دلوقتي ما عندوش مدير رياضي ما عندوش سكاوتس. فكره المدير الرياضي فشلت مع الكابتن زيد وتم تجميدها. هو انا عشان عطيه فشل يبقى الفكره فشلت. دكتور عطيه بص انا طلعت في حلقه كانت مهمه جدا ولقت رواج حتى على السوشيال قلت لماذا لا نستطيع ان ناتي بمهاجم كواليتي عالي لان لغه المال هي اللي بتتكلم. سقف 1.5 مليون وال2 مليون وال3 مليون دولار ده ما يجيبش فتابل مش لعيبه بعد بعد اذنك. فالنهارده الناس مقتنعه انك ما معكش فلوس فعلا. بس ما توصلش المودست. لا ما توصلش المودست فعلا. انا اعتقد يا دكتور عطيه لو والله العظيم قطاع الناشئين النادي الاهلي في مهاجمين افضل من المدرب. يا بابا امشي محمد شريف ليه؟ يعني امشي محمد شريف ليه؟ خلاص استفدنا من محمد شريف ماديا بس في تصريح. يا باشا امشيني ومفيش بديل. مفيش بديل. كابتن عبد الناصر انا بس عايز اوضح حاجه. لو احنا سطحنا المشكله في ان هي مشكله طيب. ماليه هي مش مشكله ماليه. تمام. هي مشكله عين كبيره. ما هو ده اللي محمد رمضان بيقول. انت دافع للاخ سافيو ده 1.8 مليون دوت 1.5 مليون الاثنين 3 مليون و300 الف. طب مبلولو ده جايب ربع المبلغ دوت.